وصفت صحيفة هارتس الإسرائيلية الوضع الذي عاشته إسرائيل بعد حرب أكتوبر عام 1973 بالكارثية. وأكدت الصحيفة أن الخسائر العسكرية الإسرائيلية وصلت لما يقرب من 2900 قتيل و2800 جريح و508 ما بين أسير ومفقود. لقد عرف الجنود الإسرائيليون خلال تلك الحرب ولأول مرة في حياتهم تجربة الحصار والعزلة أثناء القتال وعار الأسر والخوف من نفاد الذخيرة. هكذا جاء وصف صحيفة هارتس الإسرائيلية للوضع الذي تعيشه إسرائيل بعد الهزيمة في حرب أكتوبر عام 1973، حيث نجحت القوات المسلحة في تكبيد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة على كافة الأصعدة والمستويات. وبلغت الخسائر العسكرية الإسرائيلية ما يقرب من 2900 قتيل و2800 جريح و508 ما بين أسير ومفقود، وتدمير نحو 840 دبابة و400 عربة مدرعة و165 طائرة قتال ومروحية وسفينة حربية واحدة. لم يتوقف الأمر عند حد الخسائر العسكرية ليشمل أيضاً الوضع الاقتصادي، فأثار الحرب وما قبلها انعكس على الحياة الاقتصادية، حيث مرت تل أبيب بأزمة حادة أبرزها تضخم شديد أدى إلى سلسلة انهيارات للعملة وارتفاع في معدل البطالة بشكل قياسي بلغ نحو 10% وتدهور مستوى المعيشة وتزايد في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي بعد الهزيمة في حرب 1973 لأسوأ أزمة اقتصادية بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الآلة العسكرية على أيدي القوات المسلحة المصرية، كما أدت الحرب وسنوات الاستنزاف إلى إنهاك الاقتصاد الإسرائيلي واستنزافه، حيث فرضت على إسرائيل الاحتفاظ بنسبة كبيرة من قواتها في حالة تعبئة واستعداد دائم، ما كان له التأثير السلبي على معنويات أفرادها وخفض معدل النمو الاقتصادي وزيادة العبء الذي يتحمله المواطن الإسرائيلي. وللتأكيد على حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في حرب السادس من أكتوبر المجيدة، يعترف نحوم جولدنمان رئيس الوكالة اليهودية الأسبق في كتابه بعد انتهاء الحرب الذي جاء بعنوان إلى أين تمضي إسرائيل؟ اعترف بأن أكتوبر كلفت إسرائيل ثمناً باهظاً وكبدت الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 5 مليارات دولار.